أهلا وسلام المسيح عليكم جميعا مشاهدينا، بصلي يوم مليء بالنعم والبركات عليكم جميعا. حلقتنا النهارده بعنوان امرأة صارت وحدها. موضوع النهارده هو حكاية كل واحدة فينا. كلنا هنلاقي في القصة اللي هعرضها عليكم النهارده، هي مش قصة حد، يعني شخص واحد أو إنسانة واحدة، لكن هي قصة عامة هتلاقي فيها نفسك زي ما أنا لقيت فيها نفسي، وهنشوف إزاي. هنلاقي جزء بيتلاقى مع حياتنا الخاصة، لكن قبل ما أدخل في تفاصيل الموضوع ده عايزة أشارككم بتغيير بسيط عملناه في البرنامج. أنا دايما بضيف أخبار تهمكم وأحداث تكون مؤثرة على حياتكم من العالم كله، إذا كان حاجة في العالم الإسلامي أو في العالم عموما، يعني فعادة بتكون خاصة بالمرأة والطفل وأخبار عامة، حادثة مهمة، حرب، زي أنتوا عارفين الحاجات اللي احنا بنتكلم فيهم. لكن أنا اخترت 5 فقرات يمكن يكونوا في كل حلقة ويمكن يكون بعضهم. عايزة أقول لكم أنه الحلقة دي، الفقرات دي هتضاف لكل حلقة، إما بعضهم أو كلهم. فالفقرات اللي اخترناها هو خبر الأسبوع، الإسلام والعالم، المرأة والطفل، واعرف تراثك، والعابرون. طبعا ده هيكون إلى جانب موضوع الحلقة الأساسي، وهيتوزعوا في يعني على مدار الحلقة. ممكن انتوا كمان ترسلوا لي الأخبار دي في إطار هذه المواضيع، أو تقترحوا مواضيع أخرى لو عندكم مواضيع أخرى حابين إن احنا نتكلم فيها. لكن خليني أبتدي معاكم بخبر الأسبوع. وخبر النهاردة هو من السعودية. طبعا أنا شلت الموسيقى، لكن الحفل الهائل اللي نظمته المملكة لمصمم الأزياء العالمي اللي صعب يعني أخذ مجال على الساحة من يعني الحديث ما بين المعارض والمندد والفرحان جدا. أنا بصراحة الحفل عجبتني جدا، لكن لفت انتباهي التعليقات بتاعت الناس. خليني يعني احنا شايفين سيلين ديون وممثلات عربيات وفنانات شرقيات وغربيات. نانسي عجرم كانت هناك كمان مع جينيفر لوبيز وكل الناس دي، ويعني عارضات الازياء دول كلهم ليهم اسامي ومعروفين وناس ليهم مكانه في النوع ده من الابداع في العالم. السعودية بصراحة أبدعت في الحفلة، أبدعوا في الحفلة، وكانت حفلة مشرفة جدا. لكن التعليقات بتاعت الناس بقى واللي بتعبر عنه هذه التعليقات، خلينا يعني نتكلم عن أنه كان في ناس فنانات ليهم قامات في الفن في العالم الشرقي والغربي، ومصمم أزياء لبناني عالمي مبدع وفنان حقيقي. السعودية عندها هدف إنها تكون ملتقى فن وحضارة في المنطقة بصورة حقيقية وبقوة، وبيعملوا ده بلا يعني بلا منازع. يعني عاملين استوديوهات دلوقتي للتصوير السينمائي زي هوليوود ويمكن أحسن. وبعدين بعد ما نشوف ده، ويعني طبيعي من الطبيعي إن الناس هتصدم، لكن مش كل الناس اللي علقت هم الناس اللي انت تتوقع ان هم يصدموا. الشيوخ طبعا، يعني ابن الحويني وكله قاعد بيلطم بس مش عارف يتكلم قوي، يعني لنا الله ولكم الله يا أمة الإسلام ومش عارف ايه. It's like مش قادر يعيب عشان دول الكبار، السعودية اللي بتبعت واللي لسه بتعضد وكل ده. يعني في آخر الحلقة، لو ترجع لي الصورة كده،
الراجل ده الإخواني المذيع المشهور المعروف ده كان تعليقه في الآخر: إحنا بنطلب من السعودية إن هم يغيروا العالم، غيروا عالم السعودية. قال لهم كده أنتوا حرين في نفسكم، دي بلدكم وأنتوا حرين فيهم، بس غيروا العالم. تعليقي بقى السريع على الموضوع ده إن حالة الشيزوفرينيا الاجتماعية والروحية اللي بيعيش فيها المسلمين دي يعني بتخليني أسأل، هل حضرتك مثل للإسلام مثلا؟ أنت هل أنت يعني مسلم ملتزم قوي بقى ومثل، ولا أنت مش عايز الرمز بتاعك اللي أنت عامله، الصنم اللي أنت حطه في السعودية ده وفكرة السعودية يتلوث بالحفلات؟ أنت مالك عموما لأي حد؟ بس الفكرة انت بتتكلم كواصي على العالم، وعايز ايه بقى؟ انت عايز ان الكل يتصرف زي ما انت شايف. ليه المسلمين دائما اوصياء على العالم كله؟ ليه؟ ليه عايزين تروحوا في بلاد الناس حتى وتبقى انت عايش لاجئ فيها وعايز تغيرها؟ كلام الجميع على فكرة. تعرفوا ان اول حاجه لفتت نظري هو صدمه الناس واستنكارهم، لان ده بيحصل في السعوديه. بس انت عايش بره السعوديه في بلدك في حياتك الخاصه بتعمل كل الموبقات وعندك في بلدك كل الحاجات، بس ايه السعوديه؟ لا يجوز، ده بلد الحرمين. قدستم تراب وتركتم ما يريد الله وهو قلب الانسان. حكمتم على الاخرين وقلوبكم مليئة باللي كل واحد عارفه. هقرأ لكم تعليق سريع على تويتر الأستاذ كريم جاهين، بيقول كده، ده جزء بس من التعليق بتاعه، بيقول: مدعين العلمانية والليبرالية خصوصا حياتهم في سب حياتهم في سب مشايخ التطرف والصحوة ودعوا لتحرير الشعوب العربية منهم، عندما فعلت السعودية ذلك بقوة وقالت سندمرهم تدميرا ولن نضيع حياة أبنائنا، بل ودعت الشعوب العربية لتعمل مثلها من أجل شبابها وأبنائها، يخرج نفس مدعي العلمانية ويهاجم السعودية ويدعوها بالعودة للتطرف مرة أخرى، وكلهم دول دواعش، ليبرانيين، إخوان، سلفيين، علمانيين، كل واحد اللي لابس بدلة وفي إيده قلم أو من يرتدي حزام ناسف، جميعهم إرهابيين يقتلون شعوبهم. أنا موافقة على الكلام ده. اللي اتكلموا من الليبراليين انا ما سمعتش الحديث اللي اتقال، لكن اتقال ان يوسف زيدان استنكر. انا ما سمعتش كلام، لو كان استنكر يبقى عندي سؤال. انت ليبرالي وبتاع حريه وانا اقول فكري وانا لاي حد اتكلم، لازم نكون امناء مع نفسنا، في فصام في الشخصية. أنت في مصر بتحضر حفلات وندوات وتتكلم عن التطور والتحضر، بس عايز الصنم بتاعك يفضل زي ما هو، تروح تاخد بركة وترجع. أحب ألفت نظركم لشيء مهم جدا، إن السعودية والسعوديين رمز الإسلام ومنبعه، بيقولوا للعالم اللي صدروا له هذا الإرهاب: إحنا كنا غلطانين، إحنا كنا مدفونين والآن عدنا إلى الحياة، لكن أصلي أن مصدر الحياة يكون الرب يسوع في وسط السعودية في يوم من الأيام في اسم يسوع، وهو كذلك الآن، والمسيح يدعوهم جميعا لمعرفته. وبرافو على السعودية في اختيارهم، لأنهم يحترموا الناس ويحترموا الإنسان ويبنوا حاجات صالحة لمجتمعهم. دلوقتي بقى خليني أدخل في موضوع الحلقة. في الأسبوع 10 أيام اللي فاتوا دول كان في حلقة عن موضوع النسوية من برنامج اسمه محل نقاش. أوكي. البرنامج كان تقريبا عنوان الموضوع النسوية: تحرير المرأة أم هدم للتراث. والحقيقة أن أنا يعني شعرت بألم وأنا بسمع الحوار اللي في الحلقة والست اللي بتتكلم والناس اللي بتتكلم في الشارع، رجعت كده بالذاكرة لأيام أبقى واقفة في الموقف
وأنا في حياتي مثلا في مصر، وسواء قبل المسيح أو بعد معرفة المسيح، أبقى عارفة الحقيقة والموقف اللي أنا فيه واللي الناس بتحكم عليا فيه واللي بيحكم عليا إن أنا أتصرف فيه بصورة معينة، وأبقى شاعرة بمنتهى الوحدة وأنا في وسط بيتي وإخواتي أو جوزي أو عيالي، أو لأني عارفة إنه أنا عارفة الصح بس مش عارفة أعيشه. الوحدة يعني هو ما يعني شعرت بيه والناس دي كلها بتتكلم، الست اللي بتدي الفكرة فتهاجم بتبقى عارفة أنا مش غلطانة، أنا عارفة، لكن أنا دلوقتي متلخبطة وشعرة بوحدة شديدة، لأنه هناك ليس في هذا المكان في الإسلام ليس هناك إله يعضد. النهاردة أنا عندي شهادة أخرى، وعارفة إن كتير منكم عندكم نفس الشهادة دي. المجتمع لما ما يشوفكيش وما يعرفكيش، ولا الدين ولا الزوج ولا الدولة ولا القانون ولا رجال الدين، والكل يرى وجهة نظره فقط. فأنا عايزة أقول لك النهاردة إن أنت عندك وجهة نظر حقيقية، إذا وافق عليها الناس أو لم يوافق عليها الناس، الله هو اللي بيعمل في قلبك ويعلمك. أوكي؟ فإدي لنفسك فرصة النهاردة إنك تعرفي أنت مش لوحدك، وربنا يعينك إنك تعيشي في أمان معاه من غير هذا التهديد الدائم لينا أو الخوف الدائم والوحدة الدائمة اللي في حياة المرأة عموما على فكرة. لو بحثت في موضوع الشعور بالوحدة في الحياة هتلاقي إنه الستات هم أكثر الأكثر شعورا بالوحدة في كافة مراحلهم العمرية أكثر من الرجالة، ودي أبحاث علمية اتعملت. ليه؟ لأنه الست بتبقى مشغولة بمسؤوليتها اللي هي بتقدمها لكل اللي حواليها، سواء الأعمال اللي بره البيت واللي جوه البيت والأطفال والتربية هناك دائما حالة رعاية بتحصل، بتخرج منها في حالة رعاية لحد دائما، يعني ده على اللي بالصورة العامة. لكن أيضا الستات بيقال إن هم في الأبحاث اللي اتعملت دي بيتقال إن هم الأكثر تعرض لإنهم يكون عندهم disabilities، يعني يعني بعض الإعاقات في مراحل عمرية متقدمة بسبب الأعمال المنزلية اللي هم بيقوموا بيها، والشيل الأطفال والحمل والولادة والكلام ده كله. أوكي؟ فده يوريك قد إيه المرأة بتعطي في المجتمع في البيت، والناتج عليها دايما هو الشعور إنها على الهامش. ده مش بس في الشرق فقط، ولكن ده في الشرق والغرب بصور مختلفة. أنا النهاردة عايزة أتكلم على أهلنا في الشرق، وإزاي الناس اللي عايشين في معقل الإسلام الستات عايشين إزاي. الشعور بالوحدة أمر شخصي جدا، كأنك عايش أو كأنك عايشة في برية خاصة بيكي وانت في وسط الناس، لكن يعني الأكثر ألما إنك تكوني وحدك وتحسي بوحدتك وانعزالك بسبب مجتمع بيسيطر عليه الفكر الإسلامي. عايزة أوريكم الكلام ده من خلال 3 أو 4 مقاطع متفرقة نعرض فيها الأفكار، بس نلتقي من خلال هذه الأفكار بما تعاني أنت، أفكار من واقع المجتمع. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده، كان جزء من اللي قدموه عن أفكار متفرقة في المجتمع. Who wants to see women having equal rights؟ معركة فكرية تحولت إلى حركة اجتماعية جدلية تقودها النساء حول العالم. النسوية خطوة نحو تقدم المجتمع وتحرير المرأة، أم محاولة لهدم ثوابت الأسرة والتقاليد؟ النسوية ما
بتمشيش مع ديننا يعني ولعاداتنا وتقاليدنا والمجتمع اللي احنا عايشين فيه. إشي من الغرب إجا لهدم المجتمع الإسلامي. مرأة ما بتهدد وجود الذكر على المجتمع. فمش عليش فرق بيناتهم. ربي خرق المرأة والراجل متساوي. فماش فرق ما بيناتهم. مليون بالمية. زي ما هو ليه حقوق هي ليها حقوق. بالمعنى المطلق لا. بس مش في كل المجالات. ضمن الحدود طبعا. مش أكثر ولا أقل. المرأة ما بتتحمل مثلا الأعمال الشاقة. بنية المرأة لا توافق أعمال الرجال. هنالك فوارق كبيرة. مع تقسيم الأدوار. مع مراعاة الفروق الفردية في تقسيم هذه الأدوار. بس إنه على حساب بيتها وزوجها وأولادها لا. لماذا يخاف المجتمع الإسلامي من حرية المرأة؟ الغرب فهم الحرية بمفهوم تاني، هو أعطى حريات شخصية إحنا كمجتمعات شرقية لا نوافق عليها لأنها أخلاقيا ساعات بتكون مختلفة، لكن القاعدة واحدة، احترام الإنسان واختياراته، مع العلم أنه كل إنسان يختار يعلم أنه سيدفع ثمن اختياراته، وأنه خالف القانون، اعتدى على شخصية حد، على أمور حد، هيعاقب. فما فيش حرية مطلقة عموما يعني، فده في المجتمعات الغربية. لكن احنا عندنا يعني في كل اللي سمعتوه من المجموعة دي من الأفكار والملاحظات، هتلاقوا أفكار كلها مرتبطة بالدين، أفكار كلها الستات اللي اتكلموا عن يعني طب أنا عايزة يكون بيني وبين جوزي أخويا تساوي، عارفين إنه ده لا يمكن يحدث في هذا المجتمع. هما مش بيطالبوا إنه أنا أقول لك أنت تعمل إيه، زي ما الراجل دايما يقول لك أصلا يعني حرية إيه اللي أنت بتقولي عليها، أنت عايز تاخدي القرارات، أنت عايز تمشي البيت، عايزة تمشي كلامك عليا وهكذا. ليه دائما يهدد المجتمع أو الرجال عموما عندما تتكلم المرأة عن بعض الحقوق مش الحريات فقط اللي المفروض ليها؟ المجتمعات المتحضرة بتقول كده، تحرير المرأة تحرير المجتمع، تحرير المرأة وإعطائها مكانها، مش حريتها يعني روحي إحنا نصرح ليكي إنك تغيري المجتمع وتعودي تقعدي مع حد، تعودي من غير جواز ولا تعيشي مع حد من غير جواز، كل التخريف دي، المساكنة والمش عارف إيه الكلام ده كله، مش هي دي الحرية خالص. الحرية التزام. ولكن المرأة في المجتمع لها مكان ولها مكانة. أين المكان والمكانة في المجتمعات الإسلامية إن لم يعني هي اسميا موجودة؟ هي تقدر تشتغل، بس لما بتروح تشتغل جوزها يقول ولا المجتمع الإسلامي يقول يعني أنت خرجتي وسبتي جوزك عشان تشتغلي عند تخدمي مديرك بدل ما تخدمي جوزك، وجوزها ممكن يكون قاعد في البيت بيشرب مخدرات وشيشة وكل حاجة وملوش دعوة، وهي طالعة علشان تجيب لقمة العيش. لكن المفهوم المغلوط ان الست هتخرج من البيت فتعمل حاجة غلط، وانه يعني حتى مفهوم انت بتشتغلي في شغل، انت بتخدمي الشغل مش الشخص، مديرك لمدير، تخريف. وتخريف دائما مرتبط باتهام ومرتبط بتقييد ومرتبط بانك تحسسها انها عاملة حاجة غلط دايما، فتبقى منعزلة. المجتمعات الغربية بحثوا وتعاملوا وقرروا وغيروا وإدوا حريات، لأنهم شافوا أنه الإنسان يجب أن يكون محترم وحر، الإنسان عموما. ليه دائما في خوف من الحرية؟ لأنه في مفاهيم مغلوطة. الست لو خرجت هتغلط، هتعمل، هتسبب ده، هتاخد مني حاجة، أنا ناقصني حاجة في البيت، ما سمعتش كلامي، أنا لازم أمشي كلامي عليها وهكذا. النرجسية الذكورية الإسلامية. لكن السؤال أمام ده، أمام كل هذه اللخبطة في الأفكار، الست بتحس إيه من جواها؟ إزاي ده بيأثر عليها هي من جواها؟ خليني أوريكم فيديو القادم ده لمحامية الحقيقة شاطرة جدا، وإحنا يعني شفناها في فيديوهات قبل كده،
ويعني ست متكلمة فاهمة درسة. شوفوا يعني هي بتعرض جزء من القصة وشوفوا هيقابل ازاي. اذا انا وجوزي بنشتغل زي بعض، اذا انا وجوزي علينا نفس الواجبات ونفس الالتزامات في المجتمع، انا بطلب منه ان كمان يكون عندنا ذات الالتزامات وذات الواجبات في المنزل. احنا شركاء في النهاية في هذه الأسرة اللي هي وحدة بناء المجتمع. احنا الاثنين لازم نربي الأولاد على قدم وساق مع بعض. احنا الاثنين زي ما احنا بنصرف في البيت لابد أن نتقاسم كل التفاصيل التي لها علاقة أيضا بالمنزل والتفاصيل المنزلية، يعني ايه اللي خارج عن العادات أو عن المألوف من وجهة نظر. ايه اللي خارج عن المألوف؟ انها تطلب انه يكون الزواج هو بمعناه الحقيقي شركة. احنا نسينا دي؟ لا احنا ما نسيناش، دي مش موجودة في المجتمعات الشرقية الإسلامية، ما فيش حاجة اسمها جواز شركة. لكن المجتمعات المسيحية المجتمعات الغربية ترى ان الزواج شركة، ما فيش واحدة بتقول له تفعلي مش عارف ايه هات لي بيت ومش عارف ايه، ولا هو يقول لها انا اللي دافع انا مشتريكي مش عارف ايه، انا ما فيش الكلام ده. يقعدوا مع بعض ويقولوا لبعض اوكي احنا يا ترى انت بتحبي انه يكون عندنا اولاد ولا لا، امتى هنبتدي الخلفه، لما نخلف هنعيش فين. يروحوا قبل ما يتجوزوا ويشتروا بيت يروحوا يبصوا على المدارس اللي موجوده في المنطقه اللي هيشتروا فيها البيت وهم ما خلفوش لسه، بناء للمستقبل، لان اللي جايين دول امتداد هام للإنسانية مش لحياتهم هو بس، مفهوم مختلف. احنا كده يعني دائما تلاقينا نقع في حس بيس لما نقعد نتكلم على الجواز. ايه معنى الجواز؟ اقول لك المعنى الإسلامي بلاش. اوكي، تقاسم المسؤولية مش عيب، لكن المجتمع لما هي تقول أنا وجوزي هنربي الأولاد سوا، اللي هي مهمتكم الأساسية إنكم تربوا الأولاد دول بصورة سوية فيطلعوا منتجين في المجتمع. عشان كده الناس هنا البيوت السليمة الأب ليه دور والأم ليها دور والاتنين بيعملوه، والتركيز على الأولاد لحد ما الأولاد يبقوا مش محتاجينهم، وانتوا تقعدوا تضحكوا على الناس يقولك ده بيطردوا العيال وهم عندهم 18 سنة. لا، ما بيطردوش العيال، هم بيربوا شخصيات قوية مستعدة لمواجهة المجتمع. يبقى داخل الجامعة وهو عارف انه هو متحوش له فلوس وهيدفع كذا او هيدفع بنفسه، بيشتغل وهو في الجامعة يقدر يصرف على نفسه وهو في الجامعة، ويتخرج ريدي جاهز. ربوا حبوا كبروا فبقوا شخصيات منتجة سوية، محدش يعني كل واحد يشيل التاني. انا اشتغلت 8 ساعات، طب ما انا اشتغلت 8 ساعات، بس هي المسألة مش كده. لا، هي المسألة انه بيشوفوا بعض فيتعاطفوا مع بعض، فكل واحد يقدم اقصى ما عنده. بس ده مش مفهوم الجواز في الاسلام، دي ليها دور وده ليه دور وهو اللي يقول you know. اوكي، شوف بقى هو الشيخ يعني عايز أقول حاجة تانية. فكرة المساواة المطلقة يعني دي ممكنة في أمور، ولكن في أمور طبيعية ما فيهاش مساواة، لأنه كل واحد عنده إمكانياته الخاصة لا تقلل من إمكانياتك ولا تقلل من إمكانياتي. فأما تيجي تتكلم على المساواة على طول يقولك حق الراجل، وهي المطالبة بحقوق المرأة في الحياة السوية السليمة المدروسة المعددة المرفوعة يعني المعددة بالمحبة والثقة والتعاون، تبقى على حساب الراجل ولا تفيد الراجل؟ من ينظر إلى المجتمع في الفيديو الأولاني اللي حطيناه ده؟ من ينظر إلى هذا المجتمع ولا يرى نساء مهدور حقهم من نواحي كثيرة؟
لكن محتملات صابرات وكل حاجة. ليه المرأة لازم تحس إنها على خطأ لما تقول إنه في شيء ناقص؟ ده مش خطأ. من حقها إن تقول في حاجة ناقصة، أنا عايزة أغير ده، أنا عايزة أجدد ده، مش عارفش حياة. ليس هناك خطأ في أن تقول المرأة عندنا مشكلة، بس لو ما فيش راجل قاعد جنبها يقول لا أنا موافق على اللي هي بتعمله، لو جوزها قاعد جنبها ممكن، ولو إن بقى الشيوخ والكلام ده هيقولوا له ده أنت مش راجل قوي، مش كده؟ لكن هتقبل هي من خلال جوزها. لكن أنا بقول لك إنه هذه المرأة اللي بتفكر واللي بتعمل واللي بتربي لها مخها اللي تقدر تفكر بيه من غيرك خالص، دي مفاجأة بقى، بتعرف تفكر من غيرك. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده بقى، وليد إسماعيل والمعارضة الشديدة. يعني هل أنا مطلوب مني كرجل أن أنا أخذ يوم أجازة عشان أرعى الأطفال من أول النهار لآخر النهار عشان الزوجة متغيبة في العمل مثلا؟ هناك أشياء يعني أباحة الإسلام. الراجل لما بيجي يساعد في البيت بيساعد من منطلق هو عايز يساعد، لو البيت يحتاج أنه يساعد فيه أو حتى ما يحتاج يساعد فيه، لكن هذا لا يؤثر على عمل الرجل. يعني أنا مثلا الأستاذ مها دلوقتي تقول لي لو سمحت ساعد معها في البيت تربية الأولاد. تربية الأولاد أولا على المرأة، الرجل عليه إشراف على تربية الأولاد وليس تربية الأولاد التي كما تظن أن أنا أخذ أجازة النهاردة. أنت كنت فين النهاردة؟ معلش أصلا كنت واخد أجازة عشان برضع الولد. يا مشرف أنت، يعني أستاذ المشرف، دور الرجالة الإشراف فقط. علشان كده لأنه الراجل يعني اللي بهذا الشكل، مش كل الرجالة اللي بهذا الشكل، وخاصة رجال الدين بقى اللي اتربوا على انه اللي بيعملوا ده قرار الهي انه يبقى المشرف، الرجال قوامون على النساء. قوم اقعد في حتة تانية، انا بقول لك يعني قوم اقعد في حتة تانية عشان اللي بتعملوه ده حتى المجتمعات اللي حواليكوا ما بقوش قابلينه ولا فاهمينه وعارفين ان انتوا بتتكلموا يعني كلام ليس له اي معنى وسايبينكم تقولوا اللي انتوا عايزينه وخلاص. بس في يوم من الايام هتكونوا انتوا على يعني بره هذا المجتمع، لانكم فعلا عايشين في عصر تاني ومستوى متدني من الفكر. الشرف ليك انك تعتني بابنائك، لو انت اب صالح محب شرف ليك انك تعتني بابنائك. يقول لك انا رضع ابني، ليه عمرك ما شفت راجل ماسك بزازة وبيرضع ابنه؟ ولا عيب حرام؟ محدش قال لكم ان الست اللي بتبقى صاحية طول الليل مع طفل بيعيط وتصحى الصبح تروح شغلها وترجع تاخده من الحضانة وتقعد بيه وتعمل ده كله بيبقى ظهرها مقسوم وما فيش حد بيقول لها انت فين؟ وانت رايح على القهوة تشرب شيشة مع الصحاب؟ ولا بلاش، اصل انت اكيد ما بتشربش شيشة، قاعد بتعمل البرامج اللي انت بتعملها دي علشان تشتم في الناس اللي بيسألوك اسئلة عن الدين، مش كده؟ ما شفتلكش فيديو ما بتشتمش في حد وتهزقه. شرف ليك انك تكون بتعتني بابنائك وتعلم الاجيال القادمة، ده شيء مزعج هذا الفكر. خلينا نشوف الاستاذ احمد عصيد طبعا، وهو باحث ومفكر وليبرالي ولي برامج أيضا على قناة الحياة. شوف كده هيرد، يعني أنت يعني تاخد نسمة أمل كده لأنه في راجل هو بيتكلم كويس على المسؤوليات الإنسانية. الأستاذ المحترم يتحدث بكلام لا علاقة له مطلقا بواقع اليوم، وهو يعتبر أن السيدة مها خارج المجتمع بينما هو خارج العصر كله. عندما يقول أن المرأة تحت مسؤولية الرجل وتحت عباءته، هذا احتقار بين. المرأة مواطنة مسؤولة والرجل مسؤول،
وهما معا بمسؤوليتهما المشتركة يشرفان على تدبير تعاقد يسمى الزواج الأسرة تحت مسؤولية الطرفين. يعني فعلا أنت خارج العصر كله، أنت مش قادر تتواكب مع هذا العصر لأنك عايش بالفكر الإسلامي المحمدي الصحراوي. يعني أنت أكيد ما عندكش مانع لبول البعير والكلام ده كله، هتقول لأ يمكن ده من أثار بول البعير. anyway خليني يعني أركز على وهو بيضحك كده، وتحس ان هو يعني الأستاذ أحمد عصيد بيتكلم وهو بيضحك كده كأنه يعني أنا مالك الملك، وإنه المرأة يجب أن تكون تحت عباءة الرجل. ليه عباءة الرجل؟ ما أنتوا أوريدي مبرقعينها وملبسينها 90 عباية فوق دماغها، ليه عباءة الرجل؟ ليه؟ أنا طبعا فاهمة أنت بتقول إيه، أنت بتقول إن هي تحت حكمه وسيطرته. الشركة في الجواز مش حكم وسيطرة، لأنه حقيقة أنت لا تستطيع أنك تسيطر على إنسان إلا زلغيته، وده للأسف اللي بيحصل لستات كتير في العالم الإسلامي، بتلغيها بالإرهاب وبالضغط وبأمور تانية هتكلم عليها. وإنه الإنسان يعني الزوج اللي بيبقى عايز يسيطر على الأمور أمينة، فتقول اس السيد وتجري وتبقى مرعوب، بس السيد جه اس السيد جه، هو ما بقاش السيد دلوقتي، ولكن امينه دي لسه موجوده، انتوا لسه عايشين كده وفي ذهنك كده، الست تحت عباءه المش عارف ايه وهو المسيطر، وانا اختار اساعد ولا ما اساعدش، انا اللي اتفضل عليكم. انت وجودك مش فضل، لانك لا تتعامل بانسانيه مع ولادك وبناتك ومراتك المهدود حيلها، مش بتكلم عليه هو شخصيا، الشخص اللي بيعيش بهذا المزاج المسيطر، ان هو يعني مراته بتحس بايه؟ هتحس بالوحدة، هتحس بالانفصال، هتحس بالألم، ولاده مش هيحبوا قوي وجوده. زي عادي في الأفلام القديمة كنت تلاقي أنه البابا اللطيف وكده، بابا جه ويبقوا فرحانين، لكن في الأفلام اللي كانت بتورينا بقى أمينة والراجل اللي الناس اللي بتترعب من أبهاتها دول، يبقوا العيال يعيني مش عارفين يخرجوا من باب أوضتهم لحسن بابا هيتنرفز، وأول ما يمشي الدنيا بقى تهيس وتفرح وتبقى كل حاجة، لأن ده المثل اللي انتوا اخدتوه من الحياة الإسلامية، المسيطر الغضبان المش عارف ايه، بتعلمهم ايه؟ عايزة اوريكم مثل لأب يعني مثل صالح لابنه الطفل، الولد لسه بيلبس الحفاضات و يعني يمكن يدوبه لسه ماشي، ما اعتقدش انه كمل سنتين يعني، بس شوفوا الفيديو ده، شوف لو تحط الفيديو صورة كاملة، شوف ده اليوم الاول الام بتغير له، هما والاب بينظف وكده وبياخد الحفاضة ويحطها في الزبالة وكده، والولد شايف هو بيعمل ايه. اليوم الثالث الأب بيعمل الغسيل اهو، وجاي يقول هحط ده فين وفين، ولا اليوم السابع اهو. الولد اتعلم، شاف مثل صالح. عيب ان أب يشيل حفاضة ابنه ولا يغير لابنه ولا مش عارف ايه؟ انا بسمع أبهات يقولوا لا 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 انا ماليش دعوة بالتغيير الحفاضات ده. امال هتقعد بابنك ازاي؟ على طول الخط، والأستاذ وليد إسماعيل بيتكلم يقول لها يعني أنا أسيب شغلي وأقعد في البيت عشان الواد محتاج حد يقعد معاه وانت تروحي شغلك؟ تعرف أقول لحضرتك حاجة يعني عشان تبقوا عارفين، الناس الطبيعية بتعمل كده، الاتنين بيشتغلوا والعيال بيروحوا المدرسة ولا عندهم حضانة، وعيل عي الأسبوع اللي فات واحدة من أحفادي عيلت ابني قعد
شافوا مين اللي يقدر، مين اللي عنده اجازات، مين اللي لازم يكون موجود، مين اللي عنده حاجه ما يقدرش يسيبها، واتفقوا ابني يعني اسبوع قعد بيها بمنتهى المحبه والاخلاص والايمان بانه ده دوره كاب انه يعتني. لكن انا اقعد من الشغل عشان حضرتك تروحي الشغل عشان تخدمي مديرك، هذه العقليه، هذه العقليه. عايزه اعرض لكم امور سريعه كده علشان يعني اقدر اخد بعض الفقرات الاخرى. ازاي الست بتحس قدام كل هذا التعسف والعنف، العنف المنزلي، اذا كانت تتعلم ولا لا، مرتبط بابوها واخوها وجوزها ومش عارف ايه كل ده، العمل مشكله انها يسمح ليها بالعمل، وحتى الستات اللي خرجوا واخدين حقوقهم ساعات بيواجهوا باضطهادات لانها بس ست في في المجتمع. يقول لك انه يعني الحريات اللي منحها لك المجتمع كفايه عليك، انت بتروحي تصوتي وتنتخبي ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولكن الحريه الحقيقيه هي حريه داخليه. دي يعني دائما هناك من يسيطر. فاكرين لما كان في الانتخابات، واحدة من الانتخابات الإخوان قعدوا ستاتهم اللي هم ما تنتخبوش، أو بعتوا ستاتهم في انتخابات أخرى ينتخبوا اللي هم عايزين. المرأة ليست أداة في حياتك لتستخدمها كما تريد. إذا كنت أب أو أخ أو زوج، المرأة عطية من الله كما إن أنت كمان عطية من الله، ولكن لن تفهم هذا ولن تفهم هي هذا إلا لما تكون عارف الله الحقيقي. في خلال الحوار اتكلموا عن موضوع الوراثة مثلا، وقالوا ان احنا عندنا مشاكل في الوراثة، وانه عارفين انه الستات بتؤكل حقوقهم في الوراثة. واحد زي وليد اسماعيل يقول لك لا، وانا مالي، الدين قال انها تورث لكن نص الراجل، لكن احنا اللي ما بينفذش مخالف للشرع. بس اللي ما نفذش ده لما مثلا الست لا تعطى الارض، ومحدش ما فيش محاكم بتديها لهم، عشان نبقى فاهمين، في مصر، في العراق، يعني الامر ما فيهوش نقاش، لا تقدر تاخد مبنى ولا تقدر تاخد ارض. ليه؟ عدم ثقة في انها تستطيع انها تستخدم هذه الارض او تعتني بيها، او مش هتبيعها، او ان واحد اللي هتتجوزه هيحط اسمه عليها والكلام ده كله. لكن كم من الستات اخدوا اراضي وعملوا مشروعات وشغلوا ناس وفتحوا بيوت، لان الست عندها عزيمة وقوة على تحقيق المستحيل عشان تربي ولادها. لكن يجي واحد زي ده يقول لك هو ربنا قال كده. وبعدين قال جملة غريبة جدا، لكن لازم اشارك معاكم الجملة دي. قال أليس الإرث رجل؟ هي كمان عايزة تاخد الميراث وتاخد زيها زيي؟ الإرث رجل، لأنك بتورثي من راجل. ليه حاج؟ هي الستات ما بتورثش عيالها برضو ولا إيه؟ يعني ما انتوا عملتوا ليكم قوانين خاصة بيكم. الإرث مش رجل. والراجل على فكرة إذا الأب يقدر يدي أو يقدر ما يديش، يقول لها طب إيه رأيك يعني لو الأب قرر وأنت عندك 18 سنة كده إنه ما يديكيش الميراث؟ طبعا هو إسلاميا ما يقدرش، لازم يديها. أوكي؟ وبيقول ايه رايك بقى، ما احنا ممكن نتصرف كده معاكم. ممكن. عارف المجتمعات الغربيه برضو القوانين العامه الناس بتعمل ايه؟ الميراث بيروح للاولاد لو ما فيش وصيه، لكن في الوصيه الاب يقدر يقول ده ياخد وده ما ياخد، ما ياخدش، لانه في حريه، وده ماله يعمل فيه اللي عايزه.
كويس ولا مش كويس ده مش مشكلتنا، لكن القانون يعتبر الحريات الشخصية فيما تملك أنت. موت من غير وصية تروح لعيالك، لكن أو الزوجة والعيال مثلا، لكن يحترم قرارك. إحنا لا نحترم الإنسان ولا نحترم القوانين العامة المتعارف عليها، ولكن ماشيين بقانون هذا الإله المكسور، منطق غبي ولا إنساني. أليس الإرث رجل؟ وكأنه يعني بيتفضل على المرأة بالميراث. هل القرآن نص واقعي النهاردة يطبق في حياة المرأة والرجل، أنه الست تاخد النص وده ياخد ضعفها علشان قادر هو بيصرف أكتر؟ لا، هو بياخد الفلوس ويجري، لا بيصرف على أخواته ولا أمه ولا يعني. هل واقعيا القرآن بيقول أنه كل هؤلاء اللي بياخدوا للذكر مثل حظ الأنثيين بيعتنوا بالعيلة؟ لا طبعا، روح المحكمة وشوف. وبعدين يقول بقى بمنتهى الكبرياء، يقول لها بص بقى، انا بقول بقى للستات اللي في المغرب وللرجاله هناك ان هم تدفع لهم شمهور، علشان خاطر الاستاذ احمد عصيد كان بيتكلم على انه يعني ان العائلات هناك بتتشارك، فتاخد مهر ليه بقى لما هنتشارك بقى زيها زي ليه يعني. أسأل سؤال حضرتك، هل المهر قرار المرأة أم الدين اللي جعلها سلعة؟ المرأة المفروض يعني، أنا لو كنت فاهمة وأنا صغيرة يعني إيه إن المرء ده المهر ده بيع وشراء ليا، وفي ست بتطلب مهر، في ست بتاخد المهر أصلا. الست بتشعر بإيه وانتوا قاعدين بتتقايدوا عليها بإنها هتدفع فيها كام؟ ضحكتوا علينا وقلتولنا إن دي من قيمة المرأة، لكن داخليا أقول لكم قصة. في يوم من الأيام جت واحدة يعني قريبتي كبيرة في السن، حكت لي حكاية إن الست اللي ما يدفع لهاش مهر جوزها، واحدة جوزها دفع بطين ورغيف عيش ولا مش عارف ايه في جواز عشان ده كل اللي عنده. عارفين القصة المحمدية اياها؟ بفردت جزمة، حبة بلح، اي حاجة. فالست دي علشان ما تدفعش فيها كتير، فكان جوزها يقول لها ايه؟ يا اشي بيضة، انت مقامك كله بيضة. فتزرع فينا ان انا قيمتي الانسانية فيها نوع من المادة، دفعه دم قلبه. لا، ده مش جواز، ده عقد حاجة تانية. يا ترى الست بتشعر بإيه وهي بتحس إنها متحكم فيها من الرجال بلا منطق؟ وعلى طول انت عايزة تبقي نسوية، ده هدم للثوابت. اولا النسويه ليها معاني كتيره وانتم مش فاهمينها، ولا يمكن انها تنتقل من المجتمع الغربي للمجتمع الشرقي بهذا الشكل. هي المساله ان الستات بيقولوا عايزين نشتغل براحتنا، وعايزين نعامل بطريقه محترمه، عايزين ما نضربش في البيوت، عايزين ناخد حقوقنا كامله، عايزين نقدر ناخد قرارات نفسنا. الست شريكه، مش سلعه اشتراها الراجل ويقتنيها الاب والكلام ده كله. الست ترى كل ده وتشعر بالألم والوحدة وقلة الحيلة أحيانا، لأن اللي بتطالب بحقوقها بيقولوا عنها متمردة. تبقى عارفة إنها عايشة في وسط أهلها وبتحبهم، ومثلا غيرت دينها زي أنا بحب أهلي جدا، ما زلت بحب أهلي جدا، لكن لأني اخترت إني أتبع المسيح أطعوني. أنا عارفة النهاردة أنا ماشية مع مين. وقتها كنت بحس بالخزي والألم وكل الأفكار اللي أنا ما كنتش عارفة أتعامل معاها، والحزن عليهم والكلام ده كله، لأنهم لم يحترموا اختياري
فانا لازم ابص لنفسي اقول ما انا يمكن كنت غلطانه، لكن اتضح ان انا اخدت اهم اختيار في حياتي. لما الست لا تعتنق افكار جوزها وكذا وكذا، تبقى لازم تحس بالوحده، لان من جواها هي مش هي عارفه ان اللي بيقوله غلط، فتبقى وحيده حتى ولو عاشت شكلا في المجتمع تعمل اللي هم يعني اللي تقدر عليه. شوفوا عادة أنا بختم بفقرة للعابرين، لكن أنا هاخد الفقرة دي قبل الفقرتين التانيين، لأنه ده مرتبط جدا باللي احنا بنقوله عن شعور المرأة بالوحدة. أنا عايزة أقول أنه يعني لما اخترت أن أنا أخرج من الإسلام وأتبع المسيح، ما زلت ما كنتش فاهمة مشاعري ولا عارفة أنا متألمة ليه. متألمة لأني فقدت أهلي، متألمة لأنهم شايفين أن أنا عملت حاجة غلط، متألمة لأني يعني شايفة أن المجتمع بينظر ليا إزاي لأني خدت قرار كبير بالشكل ده، وأشعر بالوحدة لأن أنا عارفة أن أنا أخدت أهم قرار في حياتي، مش كده؟ لكن حتى لما اتجوزت ببقى عارفة أن القرار اللي هو بياخده ده غلط، وأنه مفيش تواصل بيننا، وببقى شعرة بالوحدة وكده you know؟ لكن لما حياتي تطورت في الإيمان بالمسيح، حصل انه حصل جوايا تغيير، نقله. لاول مره في حياتي كنا في موقف شاق جدا انا واولادي، ما كانش لا معانا فلوس ولا شغل، ولا اشتغلت كل الشغلات اللي تقدروا تفكروا فيها اللي مش ممكن تتخيلوا ان انا اشتغلتها زي اي مهاجر في الدنيا، لكن كنا سعداء جدا ولم اشعر بالوحده لان الله كان معايا كل يوم معجزة، لأني تعلمت في المسيح رؤيته ليا، هو شايفني إزاي، هو الله الخالق شايفني إزاي. مشكلة إن كل الرجالة في المجتمع ينظروا للمرأة نظرة دونية، الله ينظر ليكي نظرة إبداعية. خلينا نروح لفقرة العابرين ونتكلم في الموضوع ده. أنا سميت الحلقة النهاردة امرأة تسير وحدها، وهعيط بقى عشان اللي عايزة أقوله ده بصلي إنه يوصل لقلبك. أختي الحبيبة اللي أنت شايفة نفسك إنك ماشية لوحدك في الطريق، حتى وأنت وسط العيلة والكل، عايزة أفكرك بحاجة، إنك مش لوحدك، وإن اللي خلقك على صورته ومثاله كالرجل تماما، وانه لما الله خلق الانسان خلقهم ذكر وانثى على صورته ومثاله، خلقك لانه بيحبك نفس الحب اللي بيحب بجوزك شقيقك اخوك شريكك، خلقك لانه يراكي ابنه مدلله. في سفر اشعياء كده يقول الكتاب على الركب تدللون، على الركب مش ركب الناس، لا ده مشهد يريكي انك انت كبنت الله محمولة كده زي ما الاب بيقعد حامي بنته وابنه. بصلي ان الله يصلح جواكي وجوانا جميعا صورة الاب الغير صالح، لكن يوريكي الاب الصالح اللي بيحتضنك الان، اللي قال لا يهودي ولا يوناني، لا عبد ولا حر، لا رجل ولا امرأة، بل الكل واحد في المسيح. شايفك قيمة غالية، لؤلؤة ثمينة اشتراها بتمن غالي هو دمه. أنا وإنتي الدفع فينا دم المسيح علشان نبقى ماسكين إيده كده
ونبقى عارفين انه لا يهمل ولا يترك ابنائه، وانه في وقت الحاجه بتلاقيه. عايزه اقول لك من الكتاب المقدس لكل واحده بتسمعني النهارده، انت تشبهي رعوث الامينه الوفيه الواثقه في محبتها للي حواليها، واللي بتاخد محبتها من الله. قالت لحماتها انت والهك، انا شفت في هذا الاله اللي خليني عايزه اتبعه، هبقى معاكي. فانت رعوث زيها، انت دبوره الحكيمه القائده اللي قادت الجيوش بحكمه امراه، بحكمة إنسانة اختارها الله وأعدها. أنت كده، أنت استير الشجاعة اللي عرفت وعود الرب وتمسكت بيها ومشيت فيها. فالنهاردة عايزة أقول لك أنت مش لوحدك، أنت في إيد الآب، أنت في حضن الآب. وعلشان كده أنا عايزاك تحسي بالحرية من الوحدة والألم، لأنه في المسيح. أنا اليوم بقولك المسيح حررني من الإحساس بالوحدة والألم، من الإحساس بالإحتياج للآخرين، إلى أنه حولني أني أكون عايشة عشان الآخرين كما هو. بقولك أنه قاضي الأرامل والصديق الألزق من الأخ والأب الحنون هو هكذا ليكي أنت بالتحديد، أنت بالاسم. الأخت اللي كتبت لي امبارح عن ابنها المريض اللي في المستشفى، أنا بقولك الكلام ده ليكي أنت أيضا، أنت مش لوحدك. ودلوقتي هنصلي ليكي ولابنك، ونصلي لكل امرأة متأثرة اليوم بالشعور بالوحدة المقيتة دي. النهاردة الرب يحررك من ده، وتبقي قاعدة عارفة أنه جنبك أو أنت في إيده. يا رب احنا بنشكرك لانك يا رب فعلا لما بتحب تغيرنا بتغير الافكار الداخلية، القلب، الفكر، بتشيل يا رب ما زرعه الشيطان واكاذيبه، وتضع وعودك، روحك، لمساتك. فانا بصلي من اجل اخواتي النهاردة يا رب حرية حرية حرية، استمتاع بحضورك في حياتهم يا رب في اسم يسوع، معرفة بالثقة انك بتحميهم، بتشيلهم، بترعاهم، بتحبهم، وانه العالم لا يستطيع يا رب انه يقدم في حياتهم ايدانا. بصلي من اجل اختنا وابنها المريض في المستشفى، ضع يدك عليه يا رب اليوم، اقيمه في اسم يسوع بشفاء كامل في اسم يسوع، ليك كل المجد. أمين. الرب يعطيكم حرية النهاردة. أنا عايزة يعني عندي فقرتين، خليني أخد واحدة منهم لأنها فكاهية شوية، لو قدرت أخد الاثنين هاخدهم، بس خلينا ناخد الفقرة اللي جاية دي اللي هي اعرف تراثك. أنا عايزاكم فقرة اعرف تراثك، إن أنا لما نقدمها هكون دايما بقدم لكم حاجة حقيقية من التراث الإسلامي بيقدمها الشيوخ النهاردة أو شيوخ امبارح. أوكي، شوفوا اعرف تراثك. شو الدعاء؟ تروح أي مكان، فضاء، أرض، تسوي كذا بالريق وتحطه على التراب، وش تقول؟ بسم الله، تربة أرضنا، بريق بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ثم تأخذ هذا أو تأخذ أصبعك هذا وتحطه على مكان الألم أو الجرح أو الشيء اللي أنت تعاني منه. وهذا حديث وسنة مهجورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله، طبقه وعلم غيرك حتى نستفيد، والدال على الخير كفى عليه. اوعى تعمل كده، عشان انا مش حاطه ده عشان تستفيدوا، عشان انا عايزاكم تستفيدوا ان ده تخريف، وانه للاسف هذه التخاريف تخلي راجل كبير كده طويل عريض زي ده قاعد حاطط وشه في الارض وبيعلمكم حاجات يقولك دي سنه مهجوره.
انا هوريكم بقى بعض السنن المهجوره. انا كان لازم اعمل مقطع كامل عن السنه المهجوره، يعني اوريكم بعض السنن المهجوره اللي هو بيقوم بيها، مقضي حياته بيوريكم محمد مشي ازاي، تف ازاي، يعني خلاص خليها واحده واحده. ايه يعني ايه اللي بيخلي الشيوخ دول عندهم يعني شويه اهتمام بازاي الانسان يتخلص من اللعاب؟ بيحبوا موضوع التفافه ده، انا مش عارفه ليه. لكن خليني اقول لكم انه لما تدور على اصل هذا الدعاء، هو فعلا ورد في صحيح البخاري ويمكن اماكن اخرى تانية. ولو حطيت دعاء ال بيقول لك طريقه نبويه في التداوي بالتربه، سواء التربه دي بقى كان ماشي عليها جاموسه بقره، كان عليها بول بعير، انت تتداوى بالتربه. ويقول لك انه محمد كان بيروح للناس ويعمل كده، يرقيهم ويقول لهم الدعوه دي ويتف في التربه ويحط بقى التراب ده في اي مكان، اي مكان. طب واحد درس وجعه مثلا، هتحطه عينه، هتحطه ايه؟ موضوع التداوي بالتراب جهل، جهل وشعوذه. لانه يعني محمد ليس لي اي سلطان، لا على شفاء ولا على يعني مساعده حد. لانه احنا شفنا الناس كانت بتشرب بول وتتوضى بالبصاق بتاعه ومش عارف ايه وكلام من ده، وبعدين دلوقتي بقى هو المصدر للناس اللي بتقعد تتف في ازايز المايه بتاعه الناس. تخريف، الله يرحمنا من هذا التراث العفن. لكن عايز اقول لك انه في واحد بس مسك التراب وتفل فيه وحطه في عينين حد، وتقول انه يعني طب ما هو المسيح تفل. المسيح معطي الحياة، هو الله نفسه، فخلق نفس حية، هو اللي خلق نفس حية خلق عين، لأنه هو الماء الحي، لأنه هو الحياة نفسها. لم يصدر ولم يثبت لمحمد أي معجزة من هذا النوع. والموضوع في المسيح إن دي مش معجزة من نوع واحد، لا، هذا هو المسيح معطي الحياة، الطريق والحق والحياة، وهكذا كانت حياته. وعندنا الإثباتات في الكتاب المقدس وفي حياتنا الشخصية. بصلي أنه يكون شريكك اليوم، بصلي أنه يكون شافيكم من القلب والداخل اليوم، وأنه يشفي العقل أيضا من هذه الخرافات المميتة روحيا وفكريا. كل المحبة ليكم، إلى اللقاء.